وسط أجواء من الألفة والبهجة، وفي مشهد لطالما اعتاد عليه أهالي الرقة على ضفاف نهر الفرات في فصل الصيف، يصطحب إياد عائلته للتنزه والاستمتاع بمياه النهر ونسماته العليلة بعيداً عن حر المدينة وصخبها. جينا لهين بسبب ارتفاع درجة الحرارة، جينا لهنا خيوم شان بس نبرد جسمنا. شايف شلون أخيو نهر الفرات العالم شلون مالك محط رجل هنا، فجينا أخيو لهنا قلنا نبرد جسمنا نهار هالجمعة، وما أبي حتى يعني لك مكان عدا نهار الجمعة تيجي أخي مالك مكان تدور مكان وتقعد نادي. فجينا أخي إحنا جبنا العيال وجينا أخي وتفضل شوفت عينك نهر الفرات ما يتضيع. لم يمنع وباء كورونا الذي يبدو أنه بدأ ينحسر تدريجياً في المنطقة الأهالي من الوصول إلى مياه الفرات، خاصة وأنهم يعتبرون أن هذا النهر شريان حياة وليس مكاناً للاستجمام فقط. تجي العالم هون تنبسط ترتاح تروح عن حالة شويوني، إيش بي أحسن من طلع على النهر وطلع على الفراع على المي هون، شوف العالم الحمد لله رب العالمين شلون مبسوطة ومرتاحة، تجي تفضي بجيب عياله بتشوي نهار الجمعة، العيال أغلبيتهم بيجوا نهار الجمعة، واللي بده أفضى بيجي نهار الخميس بيجي قبل الجمعة يعني بتفضى. لا يقتصر الأمر على الكبار، للصغار جوهم وأسلوبهم في التعبير عن الفرح، فاللعب والتراشق بالماء والسباحة في النهر الذي شهد خلال الفترة الماضية انحساراً في منسوبه يضيف لأجواء التنزه في الفرات رونقاً آخر، ناهيك عن الإبحار في القوارب الصغيرة والاستمتاع بجمال الطبيعة وروعة المنظر. عايشين نحن في هالنهر من خلقنا من هالدنيا، حياتنا كلها فيها النهر، ما نتمتع إلا يوم نجي على النهر لهون نشوف الخضار ونشوف المي اللي الله منعمنا عليها، نصيد الأسماك هون ونتسلى هيك، وهالناس تجي لهون، في منا يجي من الشوب في منا يجي يتفضى. لطالما ارتبط اسم الرقة بالفرات فهي درته كما يطلق عليها، وللفرات مكانة كبيرة في نفوس السكان الذين يجدون فيه متنفسا لهم وفسحة لا تتطلب منهم مصاريف إضافية، لا سيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من العائلات.